دي كانت القافلة اللي بتستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة عشان تعرفهم ازاي يسجلوا في المنصة الإلكترونية ماجدة للتوظيف والتدريب اللي بدأت عملها من سنتين ونص. بنعلمه ازاي يدخل يكتب الخبرات بتاعته، مؤهلاته، الكواليفيكيشنز بتاعته، التدريبات اللي اخدها بشكل مختلف. فكل ما البروفايل بتاعه كان فيه كل الكواليفيكيشنز بتاعته، كل ما احنا عرفنا نرشحه لوظيفة مناسبة ليه اكتر. انا جاي والله المعاملة هنا ما فوق الوصف، يعني معاملة جيدة جدا وممتازة ومقابلة كويسة جدا. بيحاولوا يسهلوا على ذوي الاحتياجات الخاصة انه يقدر ينزل ويشتغل ويقدر يبقى كان مثمر في المجتمع. منصة ماجدة هي مشروع من المؤسسة الأم ابتسامة اللي نشأت عام 2007. محمد ومحمود قصتين نجاح اشتغلوا من خلال المؤسسة، وصلوا لمراحل مرضية وبيسعوا للأفضل. ماجدة بتقوم بدور حلقة الوصل ما بين الجهات المختلفة، ما بين أصحاب الأعمال، ما بين ذوي الاحتياجات الخاصة، وما بين مؤسسات المجتمع المدني. شفنا أعداد كويسة جدا، يعني عندنا حوالي 400 جهة أعمال على المنصة، في 200 جهة تدريب على المنصة، في آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا قدمت في مؤسسة ابتسامة وهم شايفيني أحسن حاجة. لما بعمل لما ساعد زمايلي في الشغل من ناحية المدرسة بنعمل حاجات هناك، فما لقوني شغلي كويس هناك فتعاملت معهم، وبالصفة تم تعينت في الفندق. الحمد لله مبسوط بالشغل كويس، وبيكرمونا وبيقدرونا، والناس بيحبونا جدا في الشغل. والله انت بيقول لك الناس بيقول لك عندك دمين في الشغل، وقعدت في الغداء سنة في الفندق عشان اللي جايبه سبتها في الفندق دي. بس الناس في الغداء الصراحة كانوا كلها ناس بيشكروا فيه جدا وبيقدرونا جامد، ومشيت منه واخد عمي سان في الفندق. في مصر حوالي 15 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة محتاجين دمج في المجتمع وسوق العمل، وده اللي بتقدمه مؤسسة ابتسامة من سنين عشان يعيشوا حياة كريمة ترضيهم وترضي طموحهم. أحمد فرج، كلمة أخيرة.